كمان، انت كمان المركز التالت. يلا يلا بينا دنيا. طيب حلوه دي ماشي. انا حسيت لما خدت المركز التالت حسيت ان انا كنت هاخد المركز الاول، بس الحمد لله ان انا كسبت حاجه حلوه. انا حسيت ان انا لما طبخت يعني حاجه حسيت ان انا بطبخ حاجه وحشه وكنت عايزه اشيلها بس ما رضيتش عشان ما تطلعش وحش. اكتر حد عجبني داني، ليه بقى؟ عشان يعني هو كان بيعمل بسرعه ويعني حاجاته حلوه وكده، بس المشكله اللي هو بيقعد ياكل في البانكيك. سقفنا سقفه كبيره جدا لك انت كمان، مبروك. وليوسف كمان سقفه كبيره جدا. امال ايه ماشي كده، احنا خلصنا ايه ثالث ورابع. اكيد ده ناخد الثاني بقى بالمره. ناخد الثاني، ايه رايك في الثاني؟ الثاني يعتبر زي الاولاني والثالث زي الرابع والرابع زي الثالث، صح؟ صح. ناخد الثاني، ايه رايك في الثاني؟ الف مبروك على الثاني كمان ربع، برافو. سقفوا سقفه كبيره جدا. امال ايه، انا مبسوطه قوي ان انا خدت المركز الثاني. اكتر حد عجبني كندا عشان كانت كويسه قوي في البانكيك. كل اصحابي لازم يجوا البرنامج ده عشان حلوه قوي. اصغر شيف طبعا كلنا عارفين ده. وانت الرابع بقى كمان، ما تزعلش مني بقى. ايه رايك الرابع؟ زعلان لو خدت الرابع؟ فين؟ ما عنديش واحد، ما احنا قلنا الارقام كلها. طب بص على ايه، هيكسب الهديه الكبيره. طب بصراحه لو اديته الهديه الكبيره مش يستحقها؟ ليه؟ خلص اول ورد في مكانه. مش ليه؟ بص خلينا نتكلم بصراحه. انا بس عايز اتكلم معاك في حاجه قبل ما نديله الجايزه وحاجه. مش كل واحد فينا على قد اللي عمله بياخد الارقام، صح؟ هو الراجل انا ساعدته كتير. قول لي انت، ولا لا؟ لا. هو خلص بسرعه ولا لا؟ خلص. ورد في مكانه ولا لا؟ نادى. وعمل المقادير مظبوط ولا لا؟ صح ولا يبقى يكسب ولا يخسر؟ ما انا عملت كده بس احنا عمل، ما هو في فرق في النص. رد انت بقى كمان، رد انت قولي له. عارف. عارف ايه؟ طب يلا يا عم خلاص، نبارك له كلنا ونسقف له سقفه كبيره جدا 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 جدا. مبروك يا عم انت. ودي اكسب واكسب والله ما اعرف. اكتر حاجه صعبه وانا كنت بشويها، قصدي كنت بستويها يعني، كنت خايفه اتلسع والحاجات دي. عشان انا اكلت اتنين بانكيك يعني كان طعمهم لذيذ يعني. اربعه ايوه خمسه. اكتر واحد عجبني اكله يوسف.